وفي خبر عاجل لم يتسنى لنا التأكد من صحته غير أن السيد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال قد قرر إبعاد المدير الإداري منتخبنا الوطني السيد باسل جورجيس ومساعد مدرب منتخبنا الوطني رحيم حميد والاستعانة بخدمات الكابتن عباس عبيد والكابتن حيدر محمود. أما عن اللاعبين فقد قرر استبعاد كل من صفا هادي وضرغام إسماعيل وأيمن حسين وهمام طارق وهناك مجموعة أيضا وضمت أيضا استبعاد اللاعب جستي ميرام ودعوة عدد من اللاعبين المحترفين مثل محمد مصطفى مدافع النصر الإماراتي وجلوان حمد ودعوة اللاعب على عباس. ويبدو أن المدرب الهولندي إيد بوكات قد أعطى الضوء الأخضر لعودة اللاعب الأباتشي على عباس لصفوف المنتخب الوطني شرط أن يشارك في مباريات الدوري الممتاز خلال الفترة القادمة. آخر الأخبار تفيد بأن الهيئة التطبيعية بصدد إصدار عقوبة قاسية بحق أحد لاعبي منتخبنا لفترة غير معلومة ربما حرمان لفترة طويلة بسبب قيامه تسريب تشكيلة المنتخب لأحد المواقع الرياضية مقابل أموال. كذلك تفوه بكلام غير لائق بحق منتخبنا الوطني بعبارات معيبة. سجل هذا الكلام أحد اللاعبين ضده وقدمه للتطبيعية. هذا وتم تأكيد الخبر من قبل الصحفي الرياضي المعروف روان الناهي حيث قال إن اللاعب متورط بتسريب تشكيلة قبل يوم من كل مباراة وتم إيصال اسمه مع الدلائل إلى الكادر التدريبي والاتحاد وسوف يتم إبعاده أيضا. أنتم كجماهير رياضية من تتوقعون يكون هذا اللاعب؟ وفي تصريح للاعب الدولي السابق أحمد دحام الذي قال إن المنتخب الوطني دائما مخترق وتسريب التشكيلات مو جديدة واللي يروحون مع المنتخب مو حبا بالوطن ووطنيتهم قليلة. في حين رد المدير الإداري منتخبنا الوطني الكابتن باسل جورجيس حول تسريب التشكيلة قال أن تسريب تشكيل المنتخب الوطني أمر معيب وبعض المحسوبين على الجمهور طالب إقالتي. طيب إذا مدير المنتخب ما يعرف من يسرب التشكيلة لعد من يسرب يا أخوان؟ وفي ردي على مذيع البرنامج حين سأله عن بقاء لفترة طويلة مع المنتخب الوطني قال باسل جورجيس أنا مسيطر في عملي ومسوا ليجي الاتحاد يطلعني من منصبي لأن أنا عندي علاقات مع الاتحاد الخليجي والاتحاد الآسيوي وكثير من الاتحادات بالإضافة لأني جيد اللغة الإنجليزية. ونعود من جديد إلى أحداث منتخبنا الوطني اللي تجري حاليا مرحلة انقلاب أو تغيير جذري كبير استبعاد لاعبين واستدعاء المغتربين والاتجاه إلى تجربة جزائرية وتجربة إيران في استدعاء المحترفين والمغتربين في الدوريات الأوروبية من أجل انطلاق ويبدو أن الاستبعاد قد شمل لاعب جيستين ميرام محترف نادي ريال سالت الناشط في الدوري الأمريكي المحترفين من قائمة المنتخب الوطني التي ستلاقي منتخب لبنان ومنتخب الإمارات مطلع الشهر المقبل ضمن تصفيات كأس العالم الآسيوي المؤهلة إلى قطر 2022. وقالت المصادر إن المدرب الهولندي إيد بوكات قد سجل ملاحظات فنية عديدة على لاعبي المنتخب الوطني في المباراة الأخيرة أمام منتخب إيران والتي خسرناها بثلاثة أهداف دون رد، مشيرة إلى أن جيستين ميرام لم يقدم الإضافة الفنية المنتظرة منه. يا أخوان هو إيش لعب 10 دقائق ويا كوريا ونزل بداية الشوط الثاني ولاعيبنا اللي ما حوله لباس ولا كانوا يلعبون وياه، ولكن المدرب لم يغلق الباب أمام اللاعب في حال استعادة مستواه. وأوضحت المصادر ذاتها أن الهولندي إيد بوكات سوف يبعد عدد من اللاعبين المحليين من بينهم أسماء مهمة في تشكيلة المنتخب الوطني قد مضى لهم 10 سنوات مع المنتخب وسيعمل على منح الفرصة لمجموعة من اللاعبين في مقدمتهم المحترف محمد مصطفى والمحترف جيلوان حمد. هذا ومن المؤمل أن يخوض منتخبنا الوطني مواجهته الثالثة بالتصفيات أمام مضيفه منتخب لبنان يوم 17 المقبل في العاصمة القطرية الدوحة أرض العراق المفترضة، وبعدها بخمسة أيام سيتوجه الإمارات لواجهة منتخب الإمارات ضمن مباراة الجولة الرابعة للمجموعة الآسيوية الأولى المؤهلة كأس العالم. ويبدو أن سبب استدعاء الهولندي إيد بوكات للاعبين المغتربين والمحترفين بسبب أن الراتب من اللاعب المحلي متواضع
وغير مطبق لقرارات ادفوكات من ما حداه الاستدعاء كل من محمد مصطفى وجلوان حمد وريوان أمين، وبانتظار إضافات جديدة قد تشمل أيضا اللاعب أحمد ياسين. ألو كاكا جلوان. ألو حظ سعيد السود رافضين، كلنا وياكم إن شاء الله الفوز إن شاء الله. وفي تصريح للاعب محمد مصطفى حيث قال: بصراحة استغرب من نشر هكذا أخبار، فلا وجود لمثل هذا البند في عقدي مع نادي النصر، أنا جاهز ومستعد متمثيل منتخب العراق في أي وقت، وقد سمعت من وسائل الإعلام عن نية المدرب الهولندي إدفوكات استدعاء لتمثيل المنتخب الوطني، لكن لم أتلقى دعوة رسمية حتى الآن. وأضاف اللاعب العراقي محمد مصطفى أن الكابتن رحيم حميد مساعد مدرب المنتخب الوطني قد تواصل معه من أجل تسهيل مهمة التحاقي بالمعسكر التدريبي الذي قيم في إسبانيا، لكن نادي الإمارات وقتها رفض الطلب لكون أيام المعسكر خارج أيام الفيفا داي المعتمدة للمنتخبات الوطنية، مؤكدا أن حميد أبلغه أن الفرصة سينالها قريبا وخاصة بعد متابعة المباريات الأخيرة في الدور الإماراتي من قبل الهولندي إدفوكات. أخبار متداولة على أن مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني أحمد جاسم قد يوجه باستدعاء الحارس سرهنك محسن لمباراة منتخب لبنان والإمارات القادمة. وعن إصابة اللاعب بشار رسن، الفحوصات الطبية تثبت إصابة اللاعب بشار رسن بتمزق من الدرجة الثانية، بالتالي سيغيب لأكثر من 3 أسابيع، أي أنه قد لا يشارك في مباراة منتخب لبنان القادمة.